أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. لماذا لا يزال الفنان المغربي سعد لمجرد خلف القضبان؟ بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد رجال الشرطة الأربعة المتورطين في قضية اغتصاب شاب فرنسي من أصول إفريقية بواسطة عصا. هكذا عنونت وسائل أعلام فرنسية في تناولها لقضية سعد لمجرد التي اعتبرته ضحية للعدالة الفرنسية التي وضعته خلف القضبان الحديدية بالرغم من عدم توفر أدلة تدينه. في حين حصل رجال الشرطة بفرنسا على البراءة بالرغم من ظهورهم في مقطع فيديو يوثق ارتكابهم لعمل شنيع في حق شاب فرنسي. وأوضحت ذات المصادر بأن لمجرد وضع خلف القضبان مثل سفاح بالرغم من أن اتهامات الفتاة الفرنسية له تبقى مجرد ادعاءات ولا وجود لأدلة ملموسة وحقيقية تثبتها. في حين متعت السلطات الفرنسية أربعة رجال شرطة بالسلاح وذلك عقب ارتكابهم لجريمة بشعة هزت الرأي العام الفرنسي. وأكدت ذات المصادر بأن الفتاة الفرنسية لورا بريولا التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا هي مجرد فتاة ليل تعيش حياتها في التسكع بين الحفلات والملاهي الليلية، في حين يبقى لمجرد من بين أهم الفنانين العرب والذي وجد نفسه ضحية للحقد الذي يكنه البعض في فرنسا للمغاربة وللعرب خاصة بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في الآونة الأخيرة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.